إنما النهاردة إحنا عايشين فيلم تاني خالص، فيلم يصنف أكشن ورعب وخيال علمي، كل دول مع بعض، وأحياناً فيلم الكبار فقط. طبيعة العنف، العنف اللي فيه والتجاوز الأخلاقي، ويقولوا عليه حرية إبداع، يعني يقدموا أسرة مصرية منحلة، الأب بيتعاطى مخدرات، الأم عاهرة، البنت اتخرجت من جامعة ما لقيتش شغل، ضربت الحسنة ومسكت سيجارة بقيت عاهرة هي كمان. الابن بقى هيرو، بطل بلطجي بيلعب بالسيف والخنجر في الشارع، ولازم شوية ألفاظ، شوية ألفاظ مبتذلة وسباب عشان الأساتذة يبقى عندهم حرية إبداع. دي اسمها حرية قلة أدب.